خلينا نعرف برضو تفاصيل اكتر وليه ما قدرناش نحصد برضو على ميداليات اكتر. خلينا ناخد كابتن ايهاب حسنين، هو نائب رئيس اللجنه البارالمبيه وكان معانا كذا مره برضو، كنا متابعين مع سيادته على مدار الفتره اللي فاتت اخبار البعثه. يا كابتن ايهاب صباح الخير على حضرتك في البدايه يا فندم. صباح الخير على حضرتك واستاذ كريم وكل اللي حاضرين، وشكرا على اللي عامل التقرير وافي وفيه كل النجوم. وعلى فكره كل لاعب طلع في التقرير هنا كان ليه قصه، يعني من بدايه من شريف عثمان ربنا كرمه وجاب ميداليه فضه، ونفس الميزان اللي هو شاله الرقم اللي جاب الذهب. شريف عثمان يعتبر الميداليه بتاعته دي بمقام الذهب. ليه؟ شريف بقاله شهرين كان عنده قطع 3 سنتي في كتفه، ما مسكش حديد، وكل الناس قالوا شريف ده ممكن ما يجيبش ميداليه، وانا اصلا طالع من هنا ومكتبين على الخبر ان هو مصاب، ولولا الدكتور سامح واللجنه الطبيه تكتفه وبعدين قالوا له تلعب حديد او تبدا تتمرن، تخيلوا قبل البطوله بثلاث اسابيع، فتخيلوا واحد ما بيلعبش حديد وبقاله شهرين ولا 3 شهور وفجاه خلال 3 اسابيع بس يوصل يجيب تاني ويرفع نفس الثقل بتاع المركز الاول. ده شريف كان مليون في الميه جاي الذهب، لكن ادي اول قصه او اول ذهبيه راحت مننا. الذهبيه الثانيه طبعا فاطمه عمر. فاطمه عمر وما ادراكم فاطمه عمر هي اللاعبه المصريه الوحيده اللي جايبه 6 ميداليات على مدار التاريخ، 6 دورات بارالمبيه، 4 ذهب و2 فضه. فاطمه عمر يعني لو تخيلوا اخر شهر ما كانتش بتاكل ولا بتتكسل ولا حاجه، القصه ايه؟ اتصابت فخدت كورتيزون في بطوله قبل ما تروح في الساعه. فالكورتيزون لما جت قبل السفر بالظبط ال3 اسابيع من طوكيو قالوا لها ده هيجي لك ايقاف ومنشطات، والواد بعت الجواب وان فاطمه احتمال بنسبه 99% ما تسافرش في طوكيو. تخيلوا بقى حضرتك لما تكون لاعبه وبيقولوا لها ان انت مش هتسافري، ولولا الدكاتره وبعثوا لها قالوا لي دي اصلا كانت بتاخد جزء معين من الدواء وكان فيه جزء كورتيزون يعني في جزء مسموح، فهو ده ظهر. فتخيلوا فاطمه لغايه قبل السفر بيوم جالها الجواب ان انت ممكن تسافري. فتخيلوا بقى الاحساس حضرتك يا يعني ابتسمي اتمرني انت هيجيلك الخير، مش عايزه يعني تخيلي واحده بتقول ايه لغايه قبل السفر بيوم هتسافر مش هتسافر. ادي الحاجه الثانيه. هاني محسن راح عمل عمليه. هو اصاباتنا كانت كتيره بقى قبل يعني طوكيو، نقدر نقول كابتن ايهاب ده كل واحد قصه، وان كل المصابين يعني هاني محسن قعد 1.5 سنة بيتعالج وعمل عمليات وتعالج في الامارات ورجع مصر يجيب ميداليه برونزيه. يعني انا بس ايه اللي في ناس بيقول لك ايه الاعداد قلت ليه او الميداليات دي واحد عندنا محمد الدين ده كان جايب ذهبيه الدوره اللي فاتت، وده يعني شايل 250 كيلو واللي بعديه مش عارف مثلا 210، يعني حتى ده ايه هيجيب ذهب. طالع من التدريب عربيه ضربته حصل له كسر في العمود الفقري، قاعد 4 سنين ما بيتحركش، يعني الفتره اللي فاتت دي قاعد يا دوب حب يرجع رياضه تاني مش قادر. فدي ذهبيه يعني راحت مننا يعني ما تروحش. يعني في على فكره مفارقات كتيره وكواليس لو هنقعد نحكي فيها هنحكي ما هو عشان كده انا يعني احنا عشان كده حبينا حضرتك تكون معانا عشان برضو الناس تبقى عارفه. يعني احنا مش هنتكلم عن الابطال وال7 ميداليات بتوعنا، للرغم ان احنا بنتكلم ان شريف عثمان وفاطمه عمر في ريو هم اللي حصلوا على الذهبيه، ولكن حضرتك ذكرت الظروف اللي هي يعني ما اعطتهمش الفرصه ان هم يحصلوا على ذهبيه في طوكيو. ولكن انا مش هتكلم عن ده، هتكلم ليه لم نحصل على مزيد من الميداليات. يعني
يعني أبطال آخرين مشاركين ضمن البعثة المصرية، هل برضو كان ده راجع لإصابات ولا مثلا سوء استعداد؟ يعني خلينا نعرف من حضرتك المشكلة فين. هقول لحضرتك عندنا 3 لاعبات رفع أثقال حصلوا على المركز الرابع، وكان في مشاكل تحكيمية، وحتى الجوري وكل الناس اللي كانوا بيتكلموا يقول لك ايه ده انتوا اتظلمتوا. يعني تخيل حضرتك 3 ميداليات راحوا مننا بس، يعني وفي البولي في الطاير في رفع الاثقال 4 3 لاعبات مركز رابع، فاطمه اورالي واماني الدسوقي وطه عادل، الثلاثه دول اتظلموا. يعني دول يعني الواحد خلاص يعني هي هو اللي حصل حصل، لكن اللي عاصر وشاف الحاجه بعينه غير الكلام، يعني غير الكلام غير الشوف. فمهما قلت مش هبرر، يعني كل يقول لك ده حكام و و و، لكن في الاخر هي فعلا النتيجه مش هي النتيجه اللي كانت في طوكيو، لكن انا توجهي ان انا بس ابين ايه الاسباب. اصابات وبالمناسبه على كل حال كابتن إيهاب أنا هقول لحضرتك بقى على حاجة، يعني إحنا نتمنى أن حضرتك تشرفنا هنا في 10 الصبح في الأهلي أو معاك حتى دكتور حياة، يعني نحب نتكلم معاكوا أكتر، حابين وياريت يشرفنا أحد الأبطال يعني البارالمبيين اللي حصلوا على ميداليات وشرفونا في الخارج، يعني نحب أن إحنا نستضيف حضراتكوا هنا، فياريت يتم التنسيق طبعا مع فريق الإعداد وتشرفونا ونتكلم بقى براحتنا ونشوف المشاكل ونشوف استعداداتنا كمان لباريس 2024 يا فندم. شكرا لحضرتك جدا كابتن إيهاب حسنين، يعني كلام برضو الى حد ما مقنع، ولكن انت عارف الاصابات ما خلاص ما يعني ما حدش هيقدر يتكلم، انت بتقولي في اصابات يبقى مش هنقدر ان احنا نيجي ناحيه الزاويه دي، لكن لو كان سوء بقى استعداد او غيره لا يبقى ده في كلام، لو في مثلا تقصير في قصه برضو التاهيل قبل البارالمبياد برضو يبقى ده في كلام. على كل حال فعلا تبقى فكره حلوه لو شرفونا لو ما يجوا ان شاء الله ينوروا لنا في البرنامج، اكيد هنعرف منهم كل التفاصيل.